وسيله واداه يعني رفيعه للتنميه، كيف يمكن ان يساهم البعد الثقافي في يعني في الاشعاع ديال المدينه والتنميه ديالها على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي والاجتماعي؟ طبعا بالنسبه للبعد الثقافي او البعد السياحي له مميزاته بالنسبه لمدينه العرائش، لها خصوصياتها في هذا النوع سواء من الناحيه الثقافيه او من الناحيه السياسيه. الحاجه الوحيده هو ان مسؤول المدينه يجب ان يطل او ينفتح على الوجه الاخر حتى يعطي لهذه المدينه اكثر من حقها الذي حصلها. كذلك حضور إنارة نيوز، إنارة نيوز يعني هو موقع الكتروني بمدينه طنجه، يعني الحضور ديالك كيف يمكن اشاعه هذا المراه على مستوى الجهه؟ طبعا بالنسبه لنا